أنا محمد حمدي، سينيور ماركت ريسيرش سبيشاليست، بقالي 14 سنة بشتغل، منهم 7 سنين في الماركت ريسيرش. ليه الشركات بتهتم بالماركت ريسيرش؟ إن لازم يبقى عندها بيزنس انتليجنت يونت عندها في الشركة بتاعتها. أي شركة بتبقى محتاجة الماركت ريسيرش عشان تبتدي تعرف الكرنت سيتويشن ليها إيه، الفيوتشر بتاعها ماشي إزاي. كل ده بيرفلكت في البيزنس بتاعها، البيزنس سايز، في الماركت شير بتاعتها، بيرفلكت ان الشركة هتكبر، هيحصل لها ايه في المستقبل. كل الحاجات دي اي شركة بتبقى طبيعي ان هي محتاجاه عشان تماكسمايز البروفيت بتاعها. طب هو ايه الماركت ريسيرش؟ الماركت ريسيرش هو عملية جمع المعلومات اللي هي بتبقى في صورة رو داتا عشان نقدر نكفر ريكوستد نيد او ريكوستد ريسيرش مننا. ده بيبقى بيتم من خلال ايه؟ اللي احنا بنجمع اكبر قدر كريديبل من المعلومات الموجوده الخاصه بالموضوع ده. مين اللي بيطلب الريسيرش او بيطلب الاستاديز اللي بتطلب من الماركت ريسيرش؟ اللي هم توب مانجمنت او ديسيجن ميكر. يعني نفهم من كده ان الماركت ريسيرش من اهم التولز لاي شركه تحتاجها عشان تعدي للمستقبل. طيب تعدي للمستقبل، هو ده بس الوضع الوحيد اللي الشركة بتبقى طالبة منه الريسيرش بتاعها؟ لا، ممكن يبقى فيه كيسز كتيرة ممكن الشركة تطلب من الريسيرشر ان هو يبتدي يريسيرش عنها. احنا عندنا مجموعة كيسز الشركة ممكن بتبقى محتاجة كلاريفيكيشن او يبقى السيتويشن بالنسبة لها واضح. زي عندنا ماركت جديد احنا بنعمله بنتريشن، النيو ماركت بنتريشن ده بيبقى فيه مجموعه اليمنتس احنا مفروض اللي احنا نكفر الريسيرش عندنا يعمل كفرنج ليها بحيث نعرف نوصل لاكبر معلومه تقدر توجه الديسيجن ميكر للاتجاه الصح. طيب ايه بقى العناصر او الاليمنتس اللي احنا مفروض نفوكس عليها بالنسبه مثلا للكيس بتاعه البنتريشن فور نيو ماركت؟ نبتدي نشوف الماركت ده كواليتي دريفن ولا برايس دريفن. مين الكومبيتيتورز اللي موجودين فيه؟ البرايس بتاعهم ماشي ازاي؟ الكومبيتيتيف ايج بتاعتهم ماشيه ازاي؟ برودكت رينجز بتاعتهم ماشيه ازاي؟ كل العناصر دي بتبتدي تديني بيرسبشن كامل للماركت ده عشان اقدر اعرف البيست او الايديال واي تو بينتريت الماركت ده. ده اول كيس. تاني كيس احنا بنحتاج اللي احنا نعمل ريسيرش عنها كيس زي الاكسباندنج في ماركت احنا موجودين فيه. بيبقى عندنا مجموعة عناصر مفروض اللي احنا تكفر فيها زي الكومبيتيتورز بتوعنا ماشيين ازاي. بنخش بقى اندبس اكتر الكومبيتيتورز السيلز فوليوم بتاعهم قد ايه، برودكشن كاباسيتيز بتاعتهم ماشية في ايه، الماركتينج كامبينز بتاعتهم ماشية ازاي، الاكتيفيتيز بتاعت السيلز بتاعتهم بيعملوها ازاي، الانسنتيفز اللي بيدوها للريتيلز. ده بيبقى مجموعة عناصر كتيرة بنعمل فيها الريسيرش بحيث اللي احنا تكفر البرسبشن بتاع الاكسباندنج في اكزيستد ماركت. يعني باختصار شديد احنا بنطلع من الكلام اللي احنا بنقوله ده بايه؟ ان الماركت ريسيرش اكتيفيتي بيطلعنا من مرحلة الجيسنج او التخمين لمرحلة ان انت بيبقى عندك داتا حقيقية تبتدي تتحرك على اساسها وتبتدي تاخد ديسيجن على اساسها. دي كانت نبذة بسيطة عن الماركت ريسيرش، ولو حابين تعرفوا اكتر ممكن ترجعوا لكارير180.